تقول العرب في كلامهم من عز بز، أي من عز وغلب فله غنيمتك، أي من قدر عليك لابد أن يقهرك. ومنه قول الخصم لداود عليه السلام قال أكفنيها وعزني في الخطاب، فإذا قدر عليك قهرك، لكن الكريم سبحانه يقدر عليك ومع قدرته يحلم أيضا عليك ويزداد حلمه حين معصيتك حتى يستحي من عبده وهو يعصي، فهو يستحي من عبده إذ لم يستحي هو منه، فهو لا يرضى من عباده الكفر. سبحانه وبحمده كان يحيى بن معاذ يقول سبحان من يذنب عبده ويستحي هو منه، فمن استحى من الله وهو مطيع استحى الله منه وهو مذنب. يقول ابن القيم رحمه الله ومن غلب عليه خلق الحياء حتى في طاعته فقلبه مطرق بين يدي ربه مستحي خجل، فإذا وقع ذنبا استحيا الله منه أن يراه على تلك الحالة لكرامته عليه، فيستحي أن يرى وليه وهو كريم عليه أن يرى منه ما يشينه، وفي الحياة ما يشهد لذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أحب الناس له وأقربهم منه وهو يخونه يحدث له حياء عجيبا كأنه هو الجاني، وهذا هو عين الجود والكرم، يستحي سبحانه أن يراك على ما نهاك عنه ويغار عليك وعلى مثلك وعلى قلوب الصالحين أن يراك على مثل هذه السفاسف. قد هيئت لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذا الدين دين الحياء، كل رسالات الأنبياء الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وقف رجل ممسكا سكينا في ناحية من نواحي الشام وأمسك بامرأة وجعل رافعا بيده سكينه وهي تصرخ وكل من اقترب منه عقره، والمرأة تصرخ ولا يقدر عليه أحدا من الناس، وكان جسيما طوالا. وبينما الناس كذلك إذ مر عليه بشر بن الحارث بشر الحافي فحك كتفه في كتفي، الرجل بيقول، فوقع الرجل على الأرض ومضى بشر، ثم دنوا من الرجل فوجدوه ممتقع اللون يرشح عرقا كثيرا، وذهبت المرأة إلى حالها وظل يرتعش، فقالوا ما بك؟ قال والله ما أدرك، لكن لامسني شيخ فقال لي كلمة، قال لي يا هذا إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل، إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل، فضعفت لقوله وهبته هيبة شديدة ولا أدري من هو، فقالوا هذا بشر الحافي، فجعل الرجل يبكي ويقول وا سوءتاه كيف ينظر إلي بعد هذا، أم كيف ينظر ربي إلي، ثم حم من يومه ومات بعد سابع حياء وخجلا من الله. مكسوف من ربنا، مكسوف. كان الأسود بن يزيد يجتهد في عبادته ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى فقالوا له لما هذا الجزع، قال وما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني، والله لو أتيت بالمغفرة لأهمني الحياء منه مما قد صنعت، إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير ثم يعفو عنه ولا يزال مستحيا منه. ذنب صغير وتصالح معاه بيبقى مكسوف منه. في موقف عرفة وقف الفضيل بن عياض طيلة اليوم لا يرفع يده لا يدعو،
فيقولون له لما تدعو، لما لا تدعو؟ فيقول ثم وحشة. لما لا تدعو؟ ثم وحشة. لما لا تدعو؟ ثم وحشة. فلما غربت الشمس رفع يده إلى السماء وقال وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت. إن ما من عقوبة، ما من عقوبة ضرب بها قلب أقسى وأشد عليه من أن يسلب الحياء من الله. يسلب الحياء من الله. كان يعني كتير قوي لما تقرأ في تراجم السلف، كتير 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 يقول لك كان لا يرفع رأسه للسماء. أنا قعدت فترة مش فاهم الكلمة دي معناها إيه، وسألت شيخي قال لي ده حياء من ربنا، مكسوف من ربنا، مكسوف من ربنا. كان هشام بن عمار إذا مشي أطرق إلى الأرض لا يرفع رأسه إلى السماء حياء وخجلا من رب. الإمام البخاري تقول خادمته خدمته سنين أضع له الماء ليتوضأ فما رأيت ساقه وأنا ملك له. يقول لك سيدنا موسى النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كان رجلا حييا ستيرا وكان لا يبين من جلده شيئا، فقالوا والله لم يستتر إلا من عيب به. وحصلت القصة بتاعة الحجر، والحجر لما خد ملابسه ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الحياء ده يا جماعة خلق، ديانة، وأصل من أصول الفطرة. يعني ده مركوز، مركوز في النفوس الطيبة. يعني لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال تسأله عن الطهور والتطهر من الحيض فعلمها، فقال ثم تأخذين قرصة مسك فتطهرين بها، فقالت وكيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تتطهرين، وستر وجهها عليه الصلاة والسلام. فجذبتها سيدة عائشة فقال لها، قالت لها تتطهرين تتبعين أثر الدم. كان أشد حياء من البكر، من العذراء في خدرها صلى عليه عليه الصلاة والسلام. دي صبغة الله. لما جاءته فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، تخيل بقى عتبة ابن ربيعة، فاطمة بنته، عتبة ابن ربيعة من الصناديد، لما أسلمت فاطمة ابنته وجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين. فلما قال كلمته وضعت يدها على وجهها كده مكسوفة، مكسوفة، فوضعت يدها على رأسها حياء وخجلا. وكانت بايعة، بايعة أمام المسلمين كله. الحياء خلق عربي أصيل فطرت عليه النفوس الأبية. في بعض الناس مات حياء، أنا مش هقولك المثل بتاع اختش وماته، أنا هقولك على فرسان، فرسان الشعراء، المتنبي. متنبي هجا رجلا اسمه ضب الأسدي، فلما هجاه قام خاله فاتك الأسدي في جمع من الناس وذهبوا وهاجموا قافلة المتنبي في طريق عودته إلى الكوفة. فلما أحس أنه سيقتل فر المتنبي هاربا وترك إيه قافلته وأمواله وفر هاربا. فصرخ فيه فتاه وقال له أيها الرجل ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والربح والسيف والقرطاس والقلم؟ فتوقف وعاد لأجل بيته هذا، وعاد فقاتل فقتل. حياء من إن هو، من إن هو يفر بسبب بيته. وأبو موسى الأشعري يقول، سيدنا أبو موسى الأشعري يقول في صحيح البخاري بعثني رسول الله على جيش في أوطاس فرميت رجلا بسهم في ركبته فوقع، فلما ذهبت قام ليجري
فقلت له: ألست عربيا؟ ألا تستحي وتثبت؟ فلما سمع مقالتي وقف واستدار وكر علي، فاختلفت أنا وهو ضربتين فقتل، فقتلته. وكان عنترة بن أبي شداد، عنترة بن الشداد يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي، حتى يواري جارتي مثواها. استحي، لازم يبقى في عندك شوية حياء. مش هتستحي من الله، استحي من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحي من الله كما تستحي من العبد الصالح في قومك. استحي، لابد أن تستحي. أحد السلف قال لابني: يا بني، إذا دعتك نفسك لذنب فارمي ببصرك إلى السماء واستحي ممن في السماء، فإن لم تستحي منه فارمي ببصرك إلى الأرض واستحي ممن في الأرض، فإن كنت لا ممن في السماء تخاف ولا ممن في الأرض تستحي فاعدد نفسك من البهائم، لأنك لا تستحي. الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، كأنهما قسيمان، أقسما ألا يترك أحدهما الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طب ليه الحياء؟ يعني لا هي أعلى منزلة، النبي عليه الصلاة والسلام يريد منك أن أنت توصل للمنزلة الأولى، ولا هي آخر منزلة، إن هو بيقول لك ده الحد الأدنى للإيمان اللي ما ينفعش أن أنت تتجاوزه. طب ليه؟ ليه؟ ليه الحياء تحديدا؟ لأن الحياء خلق مستتر وراء العيون، أخفى الخفاء في النفوس الحياء. يعني ممكن مثلا إن الفقير اللي منضوي على كرم أول ما يجيله فلوس يكرم، الغضوب لحرمات الله أول ما يجد فرصة يغضب لحرمات الله، الشجاع اللي لا يملك جهاد العدو لما يجيله فرصة يجاهد. إنما الحياء روح خفية لا تظهر إلا في أدق التفاصيل. عشان كده ابن الجوزي كان بيقول: وإن الرجل والله إذا خلا بما يحب من الحرام وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر ربه إليه فاستحيا من الله أن يجول خاطره فيما يبغضه ربه فأمسك عن ذنبه فأذهب عطشه عن ذنبه هذا. إنه مجرد بس يبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على خواطر عقله ويرى منه هذا الخاطر فيه. لما يرى أن الله مطلع على خاطره هذا يستحي فيصرف خاطره عن ذلك فيهب الله له ترك ذنبه هذا. كان شقيق البلخي يقول عندما يقرأ قول الصديقة مريم لما قالت لجبريل عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: والله لقد علمت أن التقي ذو نهية ينتهي بها. إنسان التقي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكرتم بالله فانتهوا. إذا ذكرتم بالله إيه؟ فانتهوا. محمد بن الفضل كان يقول: ما خطوت 40 سنة خطوة لغير الله، وما نظرت في شيء أستحي منه حياء من ربي، وما فعلت شيئا يستحيا منه إلا قربي من أهلي. إلا قربي من أهلي. كمحمد بن سيرين، صعب قوي، كمحمد بن سيرين يقول: ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله، وإني لأرى المرأة في المنام، أرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. يقظته ومنامه شرع كل بكل، فهو مشتبه إن هم في حلم بفاحشة زجرته عفته فينتبه.
حتى قال بعضهم: ليت عقلي في يقظتي كعقل محمد بن سيرين في نومه. في حياء من نوع تاني خالص، الحياء من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني فرطكم على الحوض أنظر إليكم فلا تسودوا وجهي. عارف يعني إيه لا تسودوا وجهي؟ بأن تكثروا معاصيكم فتسفلوا، ولا تصلحوا بأن أتفاخر بكم أمام الأمم. كان من جيران الإمام أحمد رجل يمارس المعاصي والقذورات ويسب الصحابة متشيع، وكان أحمد لا يرد عليه ردا تاما. فقابله يوما فانقبض منه الإمام أحمد، فقال له: يا أبا عبد الله، لم تنقبض مني وقد تركت ما كنت أفعله برؤيا رأيتها؟ رأيت النبي في نومي كأنه في مكان عال، وناس كثيرون جلوس، فيقوم كل رجل منهم فيسأله أن يدعو لهم فيدعو حتى لم يبق في القوم غيري، فأردت أن أقوم وأذهب إليه، ولكن استحييت من قبيح ما كنت أصنع. فقال لي: يا فلان ابن فلان، لم لا تقوم فتسألني أن أدعو لك؟ فقلت: يا رسول الله، يقطعني الحياء لقبيح ما صنعت وما أنا عليه. فقال لي: إن كان يقطعك الحياء فقم وسلني أن أدعو لك، فإنك لا تسب أصحابي. فدعا لي فانتبهت، وقد بغض الله إلي كل ما كنت أفعل. فسمعها الإمام أحمد وسر بها، ونادى على تلامذته: يا جعفر، يا فلان، اكتبوا هذه. ألا أيها المستظرف بالذنب جاهلا، هو الله لا تخفى عليه السرائر. فإن كنت لم تعرفه حين عصيته، فإن الذي لا يعرف الله كافر. وإن كنت مع علم به عرفته، فأنت المستهين المجاهر. فأي الحالين حالك اعتقدت فإنه عليم بما تنطوي عليه الضمائر. كان الجنيد رحمه الله يقول: يا معاشر الفقراء، إنما عرفتم به وذكرتم به وأكرمتم لأجله، فانظروا كيف تكونون معه. فمن راقب الله في سره حرست عليه جوارحه في العلانية. فاللهم إني أسألك حياء يقطعنا عن معاصيك ويقربنا منك زلفا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.